تخيل انك في معركة، بس مش ضد عدو عادي، ضد اخطر القناصين في التاريخ، كارلوس هاثكوك، القناص اللي كان عليه مكافأة 30,000 دولار في حرب فيتنام ولقبوه بالريشة البيضة، معروف بدقة قاتلة وقصص ما تتصدقش. ازاي الراجل ده بقى اسطورة وايه اللي خلاه يكسب مواجهاته المستحيلة؟ النهاردة هنحكي قصة كارلوس هاثكوك، القناص اللي حط روحه على المحك وكتب اسمه بحروف من نار في تاريخ الحروب. الجو حر، الرطوبة عالية، والقناص كارلوس ومع المساعد بتاعه جون رولاند منهكين من الجري في غابات فيتنام وبيدوروا على فرستهم اللي جاية. ولكن ورغم كل التعب ده هاثكوك بيفضل ثابت من خلال منظاره. القناص المحترف بيبص بهدوء وهو بيفحص هدفه، واللي كان قناص مضاد مشهور اسمه الكوبرا اللي بقى عدو اللدود في المعارك ضد قوات الفيتناميين الشماليين. ولكن هاثكوك كان واثق ان الكوبرا مش افضل منه باي شكل، كان بيعتبر نفسه جندي مغامر على مكافأة ب30,000 دولار، أعلى مكافأة اتحطت على قناص أمريكي في فيتنام. وبعد محاولة أولى فشلة، الكوبرا وهاثكوك بيدخلوا في لعبة القط والفار وبيتنقلوا لعمق الغابة لحد ما بيوصلوا لنقطة المواجهة المباشرة، وكل واحد فيهم بقى شايف التاني. في اللحظة دي بيجهزوا البنادق وبيصوبوا على بعض، واللي حصل بعدها بيحول القناص اللي بيلقب بالريشة البيضة لأسطورة حقيقية في سلاح المشاة البحرية الأمريكي. كارلوس هاثكوك شارك في جولتين في حرب فيتنام. القناص اللي طوله حوالي 5 أقدام و10 بساط ووزنه 120 باوند نادرا ما كان بياخد يوم راحة، وفضل يطوع نفسه لمهام خطيرة كتير جدا، لدرجة ان قائد الوحدة بتاعه اضطر في وقت من الاوقات انه يقيده في مكانه علشان يحميه من نفسه. هاثكوك كان بيستخدم بشكل اساسي بندقية وينشستر موديل 70 ومعاها منظار يونارتل بقوة تكبير 8 مرات، واحيانا كان بيستخدم مدفع رشاش M2 براونينج، وقدر يحقق رقم قياسي لأطول عملية قنص مؤكدة على بعد 2500 ياردة، والرقم ده ما تكسرش لمدة 35 سنة. شهرته بتزيد جدا بين قوات الفيت كونج وجيش فيتنام الشمالي، لدرجة ان هما بيسموه دوكيش لونج ترانك، ودي معناها بالفيتنامي قناص الريشة البيضة. الاسم ده كان بسبب الريشة البيضة اللي كان بيحطها دايما في الطاقية بتاعته. وهاثكوك بقى قناص مرعب، اخد ارواح كتير لدرجة ان راسه محطوط فيها 30,000 دولار. مرة لما بعت وحدة كاملة من القناصين علشان يصطادوا الريشة البيضة، المارينز اللي كانوا معاه في المنطقة قرروا يلبسوا كلهم ريش بيضة في طواقيهم علشان يربكوا الأعداء ويصعبوا عليهم تحديد مكان هاثكوك. ورغم المكافأة الكبيرة، هاثكوك فضل يقضي على كل قناص حاول ان هو يوصله. بدأت رحلته في تعلم القنص والصيد بنفسه وهو صغير، وكان الموضوع بدافع ان هو يساعد في إطعام عيلته. في طفولته ومراهقته كان هاثكوك ومعاه الكلب بتاعه بيدخلوا في أعماق غابات أركنساس وبيتخيل نفسه وهو جندي بيحارب اليابانيين وبيصطادهم ببندقية صغيرة عيار 22 من نوع جي سي هيجنز اللي كان والده جابها له بعد خدمته في الحرب العالمية الثانية. كبر هاثكوك وحلمه بيكبر معاه، وقال ان هو نفسه يبقى فرد من قوات المارينز الامريكية، وبيحقق حلمه ده سنة 1959 لما بينضم للخدمة وهو عنده 17 سنة. بحلول سنة 1965 كان الجند الشاب كسب بطولات ومسابقات كتير في القنص زي كأس ويمبلدون، واللي هو يعتبر من ارفع الجوائز في الرماية بعيدة المدى، وبيوصل بعدها لفيتنام في السنة اللي بعدها. وبدأ اول مهمة ليه كشرطي عسكري، بيحمل جنوده المعدات في القواعد وبيطبق القوانين العسكرية. ولكن المغامرة كانت بتناديه، وسرعان على طول ما اتطوع للقتال. الكابتن إدوارد جيمس لاند واللي كان بيدفع بقوة لتدريب قناصة في كل فرقته بيختار هاثكوك بنفسه بعد ما سمع عن إنجازاته في الرماية، وسرعان ما بقى هاثكوك قناص محترف من ولاية أركنساس. بيتنقل بعد كده لفصيل القناصة في الفرقة الأولى للمارينز اللي كانت متمركزة عند تلة 55 على بعد 10 أميال من جنوب غرب دانانج، وهنا بدأ يتحول لأسطورة في سلاح المارينز ويبقى أكتر قناص فتاك في حرب فيتنام. ما كانش كارلوس هاثكوك هو القناص الوحيد اللي بيثير الرعب في غابات فيتنام، وكان في كمان قناصة مشهورة جدا على الجانب الفيتنامي وهي قائدة فصيلة وسجانة كمان وقناصة اسمها المستعار الأباتشي. كانت الأباتشي معروفة بأساليبها البشعة واشتهرت بكونها مرعبة في التعامل مع الجنود الأمريكان، وكانت بتتعمد تعذيبهم بشكل سمعته بتوصل لحد القواعد الأمريكية علشان ترعبهم. الأباتشي وفريقها بيشتغلوا حوالين تلة 55 اللي كان فيها قاعدة هاثكوك، وكانت بتستخدم بندقية روسية عيار 7.62 من نوع موسين ناجانت. في نوفمبر من عام 1966 وبعد ما فقد هاثكوك واحد من أقرب أصدقائه بسبب الأباتشي، قرر إن هو يروح يدور عليها في كل مكان. كل ليلة كان بيرجع بدون نتيجة لحد ما الكابتن إدوارد جيمس لاند لمح في يوم سيدة فيتنامية بجسم صغير ومعاها بندقية بتطابق وصف سلاح الأباتشي ومعاها 5 من رجال حرب العصابات الفيتنامية. هاثكوك ولاند بيقربوا بحذر وبيستنوا اللحظة المناسبة للهجوم، وأخيرا
لما الأباتشي قعدت علشان ترتاح، الكابتن لاند بينادي على ضربة مدفعية على المجموعة، ولما الفيتناميين بيفهموا انهم بيتعرضوا لهجوم بدأوا يجروا في اتجاه هاثكوك ولاند، وهنا بيؤمر لاند هاثكوك ان هو ياخدها. هاثكوك ساعتها بيضربها بسرعة ببندقيته، ولما بتقع على الارض بيطلق رصاصة تانية علشان يتأكد انها انتهت. بعد كده هاثكوك ولاند بيبصوا لبعض بذهول، وبعد لحظات قليلة الهدوء بيتقلب لضحك وصراخ وفرحة، وكانوا لسه محققين نصر كبير بانهم قضوا على اخطر امرأة في فيتنام. ولكن الضحك ده بيقطعوا ان دايما هاثكوك كان في مرمى قناص فيتنامي تاني مشهور اسمه الكوبرا، واللي كان معروف باستخدامه لبندقية موسين ناجانت. الكوبرا كان حاطط في دماغه ان هو لازم يخلص على هاثكوك، وفعلا كان قدر يصطاد عدد من المارنز بما فيهم جندي سري خارج مكان اقامة هاثكوك. هاثكوك كان فاكر اللحظة اللي لقى فيها زميله مرمي على الارض، وقال اخدت عهد في اللحظة دي لازم اجيبه باي طريقة كانت. كارلوس كان عارف ان الكوبرا قناص محترف، وان الموضوع مجرد مسألة وقت قبل ما واحد منهم يوقع التاني، ولكن كان عنده يقين ان مهما كانت براعة عدوه فهو احسن منه. في يوم من الايام هاثكوك ومعاه مساعده جون رولاند بيرك خرجوا من القاعدة ومعاهم معداتهم، وبدأوا يتتبعوا القناص الفيتنامي في غابات فيتنام جنب تلة 55. الكوبرا لمح هاثكوك وفريقه وبدأ يوجه البندقية بصمت نحو القناص الامريكي، ولكن هاثكوك بيتزحلق وبيقع على شجرة، والطلقة اللي كانت موجهة ليه راحت ضربت في قربة مية بيرك بدل ما تصيبه. وبعد ما الطلقة بتفشل الكوبرا بيجري ورا العتمة لجوه الغابة، وبينتهي المطاف بالاتنين في أماكن عكس اللي بدأوا منها. للأسف الشمس كانت قوية على وش كوبرا، والضوء بينعكس على منظاره وبيكشف الموقع بتاعه، وهاثكوك بيلمح اللمعة بين الشجيرات، وعلى طول ما بيضيعش وقت بيوجه بندقيته وبيطلق النار على العدو اللدود. ولما بيقرب من الكوبرا بيكتشف إن الرصاصة بتاعته عدت من منظار البندقية ودخلت في نص دماغ القناص المضاد. هاثكوك بياخد بندقية الكوبرا كتذكار، ولكن للأسف بتتسرق من مستودع القاعدة بعد كده. بعد ما حس القادة الأمريكيين إن كارلوس استهلك تماما بسبب المهام الخطيرة اللي بيقوم بيها بشكل متكرر، قرروا إن هم يسرحوه من الخدمة سنة 1967. ولكن هاثكوك بعد أسبوع واحد بس من قضاء الوقت في البيت مع مراته وابنه بيرجع للخدمة مرة تانية. كان بيقول دايما إن هو متدربش على أي حاجة غير إنه يبقى جندي، وإنه جندي للآخر، وعايز يفضل يحمي بلده وزمايله. بيتنقل هاثكوك بعد كده لفريق تعليم الرماية في كوانتيكو، ولكنه ما كانش راضي بالبقاء هناك، وفي النهاية بيرجعوه لفيتنام علشان يقود وحدة قناصة. في يوم 16 سبتمبر من عام 1969 المركبات المدرعة البرمائية من نوع LVT-5 اللي كان فيها هو وفريقه عدت على لغم مضاد للدبابات على طريق هاواي، وده في شمال منطقة لاندينج زون بالدي. المركبة انفجرت فورا وولعت فيها النيران، وهاثكوك كان مصمم ان هو ينقذ اكبر عدد من الارواح. فضل رايح جاي بين النار وسحب 7 من المارنز من المركبة المشتعلة قبل ما ينهار في حقل ارز وهو مش داري بالاصابات اللي في جسمه. بعدين بيجي مجموعة من المارنز وبيسحبوه وبيحطوه في المية، وبيتم اجلاء هاثكوك والجنود 7 اللي انقذوهم بالمروحية لمستشفى السفينة USS ريبوز. بعد كده بيتنقلوا لمستشفى بحري في اليابان، واخيرا لمركز الحروق في مستشفى بروك العسكري واللي مقرها في تكساس. الحادثة دي سببت له حروق في 43% من جسمه، وبعض الحروق كانت من الدرجة الثالثة، وده بينهي مشواره كقناص. ولكن وهو في فترة التعافي بيحصل هاثكوك على وسام القلب الارجواني، وبعدها النجمة الفضية عن شجاعته في انقاذ زملائه في حادثة المدرعة. حاول المارنز ان هم يسرحوه من الخدمة مرة تانية في نفس السنة، ولكنهم ما عرفوش يقنعوه يسيب الخدمة. وفي عمر 27 سنة مع انه كان ماشي يعرج وبدأ يعاني من مشاكل في الحركة، هاثكوك كان مصر ان هو يفضل في الخدمة، فقرروا ان هم يبعتوه لاسبانيا يشتغل كرقيب مدفعية على سفينة الغواصات USS سايمون. ولكن في سنة 1975 لما القائد الجديد بيوصل للسفينة بيتفاجئ ان هاثكوك مش قادر حتى يتحرك من غير مساعدة، وبيتنقل للمستشفى، وهناك الاطباء بيشخصوه بمرض التصلب المتعدد. بعد ما عرف التشخيص الصعب ده بيرجع هاثكوك لقاعدة المارنز في كوانتيكو، وهناك بيساهم في تأسيس مدرسة قناصة المارنز، وقدم تدريبات للقناصة لجهات شرطية ووحدات عسكرية معينة زي فريق سيل تيم 6. ورغم الإصابات الكتير والمرض اللي كان بيتقدم بسرعة، فضل هاثكوك مصر ان هو يعلم الجيل الجديد من القناصة. ولكن صحته كانت بتدهور، وفي سنة 1979 وقع مغمى عليه وهو بيدرس في الفصل. مع انه كان لسه فاضل 55 يوم بس على الاحتفال بمرور 20 سنة على خدمته، بيضطر ان هو يخرج من الخدمة ويعتزل. وكارلوس هاثكوك فضل رمز بين قوات المارنز الامريكية، لدرجة ان هم عملوا جائزة باسمه، وهي جائزة الرقيب كارلوس هاثكوك، ودي بتتقدم كل سنة علشان تكرم الاشخاص اللي قدموا اسهامات كبيرة في استخدام الاسلحة الصغيرة اللي اثرت على جاهزية وكفاءة الجيش الامريكي او جهات انفاذ القانون. وكان هاثكوك بيقول في مقابلة انه قدر ينجو كقناص بسبب قدرته
قدرته على الدخول في حالة تركيز قصوى، حالة بيبقى فيها كل شيء حواليه له معنى، سواء كان نسمة هواء أو ورقة شجر، والتركيز ده هو اللي كان بيوصله لهدفه. في النهاية هيثكوك كان عنده حوالي 100 إصابة مؤكدة لأفراد من الفيت كونغ والجيش الفيتنامي الشمالي، ومع ذلك كان بيقول إن هو ما كانش بيستمتع بالقتل، وكان هدفه الأساسي في كل مهمة هو حماية أكبر عدد من الجنود الأمريكان. ودي كانت نهاية القصة الملحمية عن كارلوس هيثكوك، القناص الأسطوري اللي بقى جزء من تاريخ المارينز. طبعا لو عايزين أي قصص تانية مشابهة للقصة دي اكتبوا لنا في التعليقات، وكمان ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو ده واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان توصلك كل حلقاتنا اللي جاية. سلام.